خلف هاد الأبواب كيقضي السجناء عقوبتهم. هنا السجناء مضطرين أنهم يتقربوا من بعضياتهم من أجل توقيع صلح مع حياة أخرى ومراجعة الذات من أجل بداية جديدة. خلف هاد الأسوار كيتواجد حي النساء والحديث فيه ذو سجون. النشيد الوطني اللي كيخرج من حناجر هاد السجينات كل صباح كيعبر على انتمائهم لهذا الوطن. وهنا لا فرق في الانتماء الوطني بين النزيل والحارس.